السعودية تستقبل الحجاج القادمين من إيران بالهدايا والورود وجاهزية ملفتة لموسم الحج بالحلوى والهدايا والورود. هكذا استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الرحلة الأولى للحجاج الوافدين من إيران بعد أن تم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. المديرية العامة للجوازات السعودية كانت قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، وذلك عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. وفي السياق أكدت على تسخير إمكاناتها كافة بهدف تسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث التجهيزات التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات الضيوف القادمين. هذه التجهيزات والتسهيلات التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لاقت تقديراً شعبياً كبيراً على المستوى العربي، إذ أشيد بالجهود المبذولة وبحسن الضيافة. التفاعل لم يشمل الحديث عن جهوزية المملكة فحسب، بل تعداه لتسليط الضوء على كيفية استقبال القادمين من إيران بالهدايا والمحبة والترحيب، وما لذلك من دلالات إنسانية تتخطى الخلافات السابقة بحسب ما ورد في تغريدات المتفاعلين. الجدير بالذكر أن أكثر من 2,500,000 حاج سيتوجهون إلى السعودية من مختلف دول العالم لأداء المناسك، وبعد أن كانت قد وضعت قيوداً في السابق بسبب فيروس كورونا تمت إزالتها تماماً اليوم، وهو ما سيجعل متوسط عمر حجاج بعض الدول يفوق الأعوام السابقة. إلا أن وزارة الحج والعمرة شددت على ضرورة الحصول على تأشيرة أداء الفريضة من قبل الجهات المسؤولة، وذلك نظراً إلى أن حاملي بعض التأشيرات لا يسمح لهم بأدائها. هذه التأشيرات تتعدد، لكن أهمها تأشيرة الزيارة وتأشيرة العمل وتأشيرة المرور وتأشيرة السياحة، كما أكدت الوزارة منعها بعض الأمتعة عند السفر بالطائرة، بينها عبوات المياه والأمتعة المغلفة بالأقمشة أو تلك التي لم يتم تغليفها بشكل جيد.